وجد براسك يا ابو ايش بدي اقول لك؟ ساعتين شو كراكم صباح؟ رانا مع الكونفينمون، رانا كيما تعرف 24 خو خدام علينا هاد البلاء. كاين الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، جعل ربي ان شاء الله هذا التعب تاعنا ما يروحش غير هاك. رانا الناس راها تخدم والناس راها تتعب والناس راها بعيدة على ديارها، بعيدة على ولادها. الحمد لله نكونوا فيه بصحه وعافيه وكل شعب الجزائري وكل امه المسلمه في كل بقاع الوطن ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمنى وشافي كاع المرضى ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بكم. عمود نور خويا عمود نور كيما راك تشوفوا رانا هنا يا الحمد لله والله خوت والله خوت. السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا. الحمد لله راه كاين جو عائلي هنايا، رانا خوت هنا في رحبه، كاين ناس الحمد لله يا ربي ما كناش نعرفوهم بهذا المر، ولينا ان شاء الله يجوا على كاع الامه الاسلاميه وكاع الجميع ان شاء الله. ونتمنوا منكم باش تعاونونا بالدعاء وتقعدوا المرضى ان شاء الله. وحنا حالينا الباب حنا نبلعوا، حتى المريض الثاني رانا قاعدين ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله، بارك الله فيكم ولا كثر خيركم. تفضل انا نقعد في الشيزلون. السلام عليكم. انا كيراك يا خويا صافا لاباس غايا الحمد لله. انا الحمد لله راك تشوف راني هنا في ما
معكم الطاقم الطبي المجندين ضد فيروس كورونا، متواجدين حاليا بفندق اطلانتيس بسطح الشاسل. اولا نشكر السلطات المعنيه اللي وفرت لنا هذا الفندق واللي راها سهر على راحتنا والتعب تاعنا، ونشكر تالي كذلك مستشفى بن زرجب اللي وفر لنا الاكل اللي راه معنا المدير تاعها يقوم بزياره كل يوم لينا خاصه كالعمال. وكما راكم تشوفوا الحمد لله هنايا فيما يخص الاقامه الحمد لله ما راه خاصنا والو، الناس راه واقفه معنا الله يعطيهم الصحه مدراء تاع مستشفى بن زرجب. كذلك نقدم لكم معنا ميدسان جينيراليس مسيو طيفالي اللي غادي يهضر لنا على البروتوكول تاع الدواء اللي رانا نعالجوا به في العام. غاد نتكلم بالنيابه على الطاقم الطبي والشبه الطبي وكل عناصر الدعم التي اليوم وقف معنا، نشكرهم بزاف. كما نشكر ايضا السلطات والادارات ومدير الصحه على توفير هذا المكان للاقامه والظروف حسنه الحمد لله حتى تساعدنا على العمل وعلى الشهادة اكثر لنقدم المريض. فيما يخص المرضى الحمد لله عندنا المرضى انا عندهم بروتوكول هيدروكسيكلوكوين الى زيتروميسين الى فيتامين سي والزنك، راهم بون ايفولوسيون في حاله مستقره الحمد لله، وذلك بفضل تضافر كل جهود من اطباء مختصين. كاين اطباء مختصين في الامراض المعديه واطباء مختصين ايضا في الانعاش وباقي الممرضين واطباء العامين الذين يعملون بنظام التناوب. الحمد لله لحد الان الامور متوفره من ناحيه اللباس، من ناحيه وسائل الوقايه. نتمنى ان شاء الله ان تبقى الامور تتمشى مع هذا في هذا التناسق والانسجام بين كل الطواقم الطبيه، وذلك حتى نواصل ما جئنا من اجله. احنا جئنا اصبحنا في عائلتنا، اصبحنا في اموراتنا، اصبحنا في اعمال وضحينا، وذلك لهدف واحد ووحيد وهو مصلحه المريض. يعني لم نتخاذل او نرجع اللي تشوفهم هنا كاع اليوم كاع متطوعين، كلهم متطوعين جاو وقال لك حنا هنا ماشي عاجل يوم ولا يومين، قال لك حنا جايين نكملوها ان شاء الله، حلينا الباب حنا نكملوا هذا السبي تاع كورونا، حنا نبلعوه ان شاء الله وان شاء الله الناس تريح. هذه حاجه مشجعه. نشكر ايضا قناه الاه نهار التي اخذت مبادره من بين القنوات اللي جات، اخذت مبادره وصورت هذا يعني صوت الطواقم الطبيه وصلت عليهم الضوء، يعني شيء يشرف. نتمنى ان شاء الله احنا كجزائريين نتحدوا كاع في هذه المحنه ونخرجوا بها بكل سلام باذن الله. حاجه وحيده ان الشعب وعامه الناس ما يدخلوش في الاسرار المهنيه، ما يبقاوش يسالوا في اطباء ويسالوا في ممرضين قال شحال عندكم الحاله جابوا مات لا لو كيجي عم يقولوا لا. انسان يركز على دروك على الموكوت بالبيت الحجر الصحي، التهاب الحجر الصحي. اما فيما يخص ليها مريض ولا لا شافيه، يعني دعوا الخلق الخالق، ما تبقاش تدخل روحك في الامور اللي بعيده، لانها فيها مضر للناس، فيها مضر على العائلات، فيها اسرار تاع مرضى اللي قادر نضروهم بكلام ربما ولا اشاعات تضر اكثر من تنفع. نلتزموا بالحجر الصحي وان شاء الله كما ننسجموش كاع حنا الطب نخدموا والممرضين والمواطنين ما ينسجوش معنا، يعني ما يستجيبش للبروتوكول اللي دايناه ما غاديش ننجحوا. يعني الا كان كيما هكا استمشينا بابا انا نشكر ان شاء الله باذن الله، اما الا كانت امور تطورت ولا تفادت كيما هكا نقعدوا نخسروا في المعركه، نتمنوهاش ان شاء الله. شكرا جزيلا. رانا هنا متواجدين في فندق الاطلانتيس، الحمد لله اوني بيان بري اون شارج بكل الطاقم هنايا اللي خدام هنا، ورانا نخدموا في العمريه لوبيتال بشر الاخوه بشريت. الحمد لله كان عندنا نقائص في الاول، دروك سافا الناس راها تلبي في النداء، وماذا بينا كاع المدراء يكونوا يد واحده باش يعاونونا لنقضي على هذا الوباء. كاين نقائص وراهم يجونا توصلنا جاونا دي ماتيريال ومازال عندنا نقائص. حنا نتمنوا مام الشعب يعني والمجتمع المدني ينظر الى هاد الناس، باسكو كاين الناس راهم ناقصين. طحنا في ديكا ان بو ماشي كومبليكي مي ديجا دي جون دي ديابيت انوغورال خاصنا دي ماتيريال، كاين ناس استجبت وما دابينا الناس ديستاجب باسكو مام كيما نقولوا لي مالاد
خاصهم اون غوند بريز ان شارج با سيلمون لي انفيكسيولوج اي لي ميسان ريانيماتور. حنا نطالبوا لي شيروجيان باسكو دي فايت حنا ان طابلو شيروجيكال نطالبوا بلي بنوموفتيزولوج ان شاء الله ثاني يكونوا معنا هنا يكونوا معنا ميم في الكونفينمون باسكو هذا المريض ما غاديش يجينا حنا مريض غير مريض قال بسيسبيسيون تاع كوفيد ولا كوفيد كونفيرمي. يانا دي يانا دوطخ مالاد راهم يعانون بزاف صوالح يعني دوطخ باثولوجي كاردياك ديجا ميم دي فوا ابدومين شيروجيكال. نتمنوا نداء لكل القطاع الصحة يكون معانا ماشي سيلمون لي غيانيماتور ولا الممرضين ولا مساعدي التخدير. هذا ما نقول ساعدونا ديجا رانا الحمد لله وصلنا للحاله زعما اللي شوفيه تماما وكاين ثاني ناس راه اون كور دو غريزون. نتمنوا كاع الناس تريح وعاونونا بدعاوي وان شاء الله ميم نتوما اللي راكم في الديار قعدوا في دياركم باش ما نزيدوش عدد الحالات المصابه بالفيروس. حنا نتواصلوا مع العائله تاعنا بالهاتف والحمد لله دوك العولام ما راه كاين ميسنجر كاين فايبر كاين رانا نتواصلوا عن طريق الهاتف نهضروا معاهم. انا باغ اكزومبل عندي شيباني اليوم طاح مريض مي الحمد لله كاين بيرسونيل هي هو داه اون شارج الحمد لله يا ربي ورانا الحمد لله رانا عائله وحده رانا متفاهمين مالغري كو عندنا نقص تاع بسيكولوج مي رانا نديرو لوتو بسيكولوجي لينا ونديروها كاع العمال رانا اخوه في هذا الكونفينمون. والخدمه ثاني رانا ثاني كاع متحدين الحمد لله. نبدا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى به عضو تداعى به كامل الجسد بالسهر والحمى. الاولى نشكر الطاقم الطبي وشبه الطبي اللي راه ساهر على هذا على تغطيه هذا المرض فيروس كورونا والحمد لله راه قايم باللازم بالواجب على اتم الوجه. راهم في خدمه المريض وراهم هنا باش يضحوا في سبيل المريض والحمد لله رانا اسره واحده ورانا عائله واحده متفاهمين الحمد لله ما ناش نعانوا من اي نقائص اللي كنا نعانوا بهم الحمد لله ضمنينا عليهم جاونا كاع صوالحنا. ونقول للناس اللي راهم برا يلتزموا البيت تاعهم ويلتزموا بهذا الحجر الصحي خاطر هذا الفيروس هو خطير وسريع الانتشار. لازم يلتزموا بالبيت تاعهم باش نقدوا احنا نتحكموا بهذا الفيروس هنايا. والحمد لله راه عندنا 2 حالة شفاء على مستشفى في مستشفى العامرية وهذا بفضل مجهودات الأطباء والممرضين. وفي الأخير أشكر جزيل الشكر على جميع الطاقم والشبه الطبي الساهر على تغطية هذا المرض. احنا بندردور خليل ومعي الاخ تاعي عبد القادر باهي من عمال المخبر بيولوجي في الصحه العموميه بمصلحه الدكتور بنزرجب. رانا هنا في مصلحه العامريه للتكفل بالتحاليل للمرضى الكوفيد 19 والحمد لله لما تحصلنا على المعدات والاناليز والتحاليل للقيام بالعمل تاعنا في احسن حال والحمد لله احنا رانا هنا باش نوفروا لهم كل المتطلبات تاعهم من ناحيه المخبر ومن ناحيه التحاليل والحمد لله على كل حال. احنا بعد بسم الله احنا كطاقم طبي نتوجه الى كافه المواطنين الجزائريين نطلب منهم حمله تحسيسيه باتجاه خطوره هذا الفيروس. نطالب مواطنين كافه مواطنين الالتزام بالبيوت هذا هو الحل الوحيد الالتزام بالبيوت وندعو الله الشفاء العاجل ان شاء الله كامل مرضانا وندعو الله عز وجل ان يرفع عنا الوباء ان شاء الله.